السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي أول يوم امتحان من مسلسلنا مسلسل الامتحانات، رغم وعد وزير التربية والتعليم تكرار مشكلة السيستم بامتحان تانية ثانوي. امتحان أولى ثانوي امبارح كان فيه مشاكل كتير جدا وعدم رضا لكل أولياء الأمور بسبب وقوع السيستم وتوتر الطلاب، وأدى إلى خروج وزير التربية والتعليم بوعد الحل لهذه الأزمة وعدم تكرارها. ولجأت الوزارة إلى إجراء امتحان إلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات عشان يضمن تخفيف الاحمال على شبكات الاتصال، ولكن هذه المرة تكررت مرة اخرى واشتكى كتير جدا من اولياء الامور وطلاب تانية ثانوي من عدم تمكن الطلاب من الدخول على سيستم الامتحان. اتأخر فتح المنصة وسط مطالب كتير جدا بتنفيذ وعد الوزير، وطلاب صف السنة الثانوي يؤدوا امتحان النهاردة العربي والجبر وحساب مثلثات في اول امتحان للفصل الدراسي الاول الكترونيا عبر اجهزة التابلت بلجان معقمة زي ما الوزير قال حفاظا عليهم من تفشي فيروس كورونا. يعني ليه كل الكلام ده؟ ليه يا دكتور طارق؟ انت وعدت فلازم تنفوا بوعدك. هننتظر في الايام اللي جايه ديت، هنتكلم عن كل مسلسل امتحانات اولى وثانيه ثانوي، وخلال ساعات هيكون معانا فيديوهات كتير جدا. تابعونا اول باول، هيكون معانا من داخل الامتحانات فيديوهات كتير خاصه بامتحان ثانيه ثانوي والتسريبات، وخاصه برضو بامتحانات اولى ثانوي وتسريباتها ووقوع السيستم. هل في حل؟ هل تالتة سنة هتدفع الثمن؟ ايه اللي هيحصل؟ هنكون مع بعض اول باول في على مدار اليوم في اخبارنا الحصرية من داخل مصادرنا الرسمية. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.